بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إذا شئت تجعل بفضلك الحزن سهلا. سنقرأ اليوم من مقدمات لكتاب الاعتقاد معينة لقاريها على المراد. أول واجب على من كلفا ممكنا من نظر أن يعرفا الله والرسل بالصفات مما عليه نصب الآيات، وكل تكليف بشرط العقل مع البلوغ بدم أو حمل أو بمني أو بإنبات الشعر أو بثمان عشرة حولا ظهر. أول واجب على المكلف، المكلف هو البالغ العقل. أولا التكليف، التكليف هل هو إلزام الذي يشق وهو الفرض والحرام، بمعنى فعل الواجب وترك الحرام، أي إلزام ما فيه كلفة وهو إلزام الذي يشق، أو طلب فها بكل خلق. فهل على المكلف أن ينظر بعد البلوغ ويتأمل في الكون لتحصيل الإيمان، هل هذا هو الواجب الأول أم لا؟ طبعا هذا النظر يعرفونه بأنه الفكر المترتب في النفس على الطريقة التي تفضي إلى العلم، اللي هو الحقيقة الثابتة وليس إلى الوهم، أو كما يعرف بأنه ترتيب أمور معلومة على وجه يؤدي إلى استعلام ما ليس بمعلوم، يعني باختصار التوصل إلى المجهول عن طريق المعلوم. الآن هذا الشخص بلغ، هل يجب عليه النظر ولا قصد النظر؟ قصد النظر يعني أن يتطهر بنفسه من شهوة الكبر والحسد والمنصب والدنيا والمال، حتى إذا أفضى النظر إلى الإله الواحد ألا يستكبر. فقصد النظر أنك أنت تطهر هذه النفس من الكبر، لأنه إذا عرفت الحقيقة ربما يستكبر كما فعل المشركون وكما يفعل الملاحدة اليوم. فهؤلاء لا تفيد فيهم الآيات لأنهم مستكبرون، لأنهم معاندون. فإذا قلنا إن النظر الأول هو المطلوب، ولكن يصح الإيمان ولو دون نظر كبلوغ الإنسان بفطرته أنه مؤمن، إذا النظر ليس شرطا في صحة الإيمان، فالإيمان يصح ولو دون نظر، لكنه يبقى إيمانا مبنيا على تقليد أو تضره الشبهة. يعني الإيمان الذي لا يبنى على البراهين فإنه تضره الشبهة، لذلك إيمان العلماء محصن من الشبهات، لكنه ليس محصنا من الهوى، فربما يغريه المال، تغريه المناصب، فهو لا يكون محصنا من الهوى، لكن الذي يحصن منه العالم هو الشبهة، لكن العامي هو الذي هو عرضة للشبهة وأن تقوده الشبهة. يميز من تفكير اللي هو الفكر عن الخيال أن الخيال هو تفكر في المحسوسات، الغابة، القصر، هذا إيه؟ تخيل. بينما التفكر فيما يعقل كالمسائل الرياضية وما إلى ذلك هذا اسمه إيه؟ تفكر. نعم، قال الفكر سير النفس فيما يعقل وسيرها في غيرها تخيل. إذن هو يتأمل ليصل إلى العلم وهو المطابق للواقع عن دليل، يعني لابد أن يكون مطابقا ممكنا من نظر أن يعرف. إذن لابد من التفكر لمعرفة الله سبحانه وتعالى. قال الله والرسل بالصفات، إذن هو يستخدم عقله، والعقل هو قوة مهيئة لقبول العلم، أو كما يعرفه بعضهم أنه نور روحاني به تدرك النفوس العلوم الضرورية والنظرية. قلنا المكلف هو العاقل وهو أيضا البالغ، والبلوغ كما يعرفه أبو عبد الله المازري وهو من الأئمة الذين اعتمدهم خليل في مختصره، قوة تحدث للصبي يخرج بها عن حال الطفولة إلى حال الرجولة. بالصفات اللي هي الصفات القائمة بالذات، قالوا مما عليه نصب الآيات، يعني أنت تتفكر في الآيات فيما حولك من آيات، ثم بعد ذلك تصل بالبرهان إلى وجود الإله سبحانه وتعالى، وهذا إيمان محصن من الشبه بخلاف إيمان التقليد وإيمان المقلدة. قال وكل تكليف بشرط العقل، التكليف شرطه إيه؟ العقل. وهذه الأمور لها علامات تدل عليها. دائما الأحكام الشرعية لا تتعلق بالأوصاف الخفية، يعني الوضوء نام، طب لو قلنا له إذا أحدث أو لم يحدث لا نعلم،
فلذلك ربطه بسبب الحدث ولم يربطه بإيه؟ بالحدث، واعتبر أن النوم مظنة. كذلك البلوغ لا تستطيع أن تميزه هل بلغ أم لا إلا عن طريق العلامات الظاهرة، لذلك الشرع مبني على الأوصاف الظاهرة المنضبطة. أما ما يحدث اليوم من تعليلات غير ظاهرة ومنضبطة هي يقصد منها إسقاط الشريعة. فلذلك قال مع البلوغ بدم وهو دم الحيض للمرأة أو حمل المرأة، فهذه من علامات البلوغ، أو بإنزال المني والاحتلام، أو بإنبات الشعر، ويقصد بالشعر هنا الشعر الوسط، ليس الشعر اللي هو الزغب الناعم، هذا موجود حتى في الطفل عمره 5 سنين وأربع سنين. إذن المقصود به الشعر الذي يعرف اللي هو به الرجولة وتميز الرجل به عن الصبي. فإن لم تظهر هذه العلامات فنعتمد 18 حولا علامة للبلوغ، لكن الأحكام الشرعية ترتبط وجوبا وتحريما بهذه العلامات. يعني الطالب في الصف الثالث الإعدادي وجبت عليه الصلاة، ولا ننتظر السن القانوني من أجل استصدار رخصة السواقة، لا. إذا ننتبه، لا يعني أن السن القانوني 18 عاما أن الصلاة والصيام ترتبط بهذه، بالعكس لابد أنه إيه ننتبه، لأنه طالما أنه احتمل ويمكن يكون بالثاني إعدادي بالثالث الإعدادي، إذا تحققت عليه الشروط وبالتالي يكون بالغا ومؤاخذا عند الله تعالى وقد جرى عليه القلم. وهذا السن القانوني إنما هو لمجريات الحياة، لأنك أنت لا تستطيع أن تكشف على الناس وتضبط أمور الناس واكشف حتى تشوف نبت الشعر أم لا ولا احتلم أم لا. فلذلك هذا لقضايا حقوقية، حقوق الإنسان مثلا في اقتناء السيارة والملكية وما إلى ذلك، هذا يكون بالولادة الملكية، لكن استصدار الرخصة وأن يكون موظفا عاما وما إلى ذلك. هناك بعض العلامات اللي هي فرق الأنف، العظمة هاي اللي في الأنف هذه بتكون قطعة واحدة فبتنفصل بتصير من العلامات للبلوغ، أو غلظ الصوت هذا أيضا من العلامات وهذا يبديه الأطباء أيضا اللي هم الطبيعيون. وخيط الرقبة تأتي بالخيط هنا تعقده، شاف العقدة اللي ورا هنا، فإن خرج من رأسه فقد بلغ وإن لم يخرج لم يكن بالغا. وكان بعض الإخوة يقول لقد أمرني شيخي بالصيام باختبار خيط الرقبة. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.